تلاقي ظروفه يجلسوا بالبيت بلا اكل بلا غدا بلا عشاء، بس عايشين كذا بس. هؤلاء ومثلهم 60,000 شخص من زنجبار تركوا بيوتهم ونزحوا منذ 10 أشهر لأن قدرهم شاء أن يكونوا سكان نقطة الفصل، حيث يراد لتنظيم القاعدة أن يقطع الوصل ما بين الشرق والغرب الجنوبي اليمني. مدينتهم هكذا تعيش الحرب المدمرة لبسط السلطة، لكن أي سلطة ولمصلحة من؟ الاشتباكات فقط نسمع عليها في الصحف أو نسمع أطراف الرصاص، لكن هل يعقل بأن جيش لدولة لم يستطع إخراج أشخاص لا يتجاوز عددهم 200 شخص؟ زنجبار أساساً هي مفصل بالنسبة لدولة الجنوب، لأن زنجبار أو محافظة أبين بشكل أساسي هي تفصل الجنوب، الجنوب العربي أو الجنوب اليمني أو سميه ما شئت، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، تفصلها إلى جزئين، جزء يتكون من محافظة عدن ومحافظة لحج، والجزء الآخر من محافظة شبوة وحضرموت والمهرة. أبين، محافظة أبين تقسم دولة الجنوب إلى قسمين. هذه العمارة فيها الجيش، هذه العمارة الجيش. الآن بندخل هنا خلاص، هذا المسجد. المسجد كيف عادوا؟ هنا القاعدة، تصور هناك الجيش، هنا القاعدة. وصلنا بعد نقطة الجيش بأقل من 100 متر نقطة القاعدة الأولى. وين اني مقاتلين القاعدة؟ وين اني؟ داخلين ما في، لكن هم يقولون انهم موجودين هنا. هذه النقطة حقهم، شوف الحجر هذه اللي هذه نقطة للقاعدة؟ هذه نقطة حق أصحاب القاعدة. لا دخلتوا ولا خرجتوا. لا دخلتوا كذا ولا خرجتوا. شيبا نقدر ندخل زنجبار؟ يلا متى؟ ندخل عدن؟ هذول سلاحهم؟ هذا سلاحهم. هذي داسكا؟ دخلنا إلى المدينة الأولى التي سقطت في يد تنظيم القاعدة، إنها الإمارة الأولى. إن كان هذا التدمير وهذا التهجير وهذا القتل هو ما يعد به هذا التنظيم لمستقبل اليمن، أين سيذهب هذا البلد؟ ويبقى السؤال، هل فعلاً لا يستطيع هذا الجيش اليمني المدرب أمريكياً أن يلغي سيطرة هؤلاء الشباب المسمين تنظيم القاعدة؟ أم أن القاعدة ورقة في يد السلطة تستخدم في صراعات أجنحتها؟ زنجبار من محافظة أبين، إمارة من دون سكان، لكن ماذا عن الأمير؟ غداً والد الأمير السابق جميل العنبري يتكلم عن ابنه الراحل.